بشوفكم في اخباركم ان شاء الله زينين. رجعت لكم فيديو جديد، وفيديو اليوم راح نلعب لعبة ماينكرافت. شباب اعتذر على السحبة، بس طبعا صار المدارس فما نزل هواية، فراح انزل بس بيوم الجمعة. خلاص شباب اتفقنا بس بيوم الجمعة ننزل. انا عباس، عباس وين قبل شوي فات من هنا، والله ما ادري وين راح. طبعا شباب تشوفون المكان مختلف، ما ادري صاير. حطيت مود مال الشادر، مود يعني إضافة. واللي ما يعرف شنو مود شادر، هو مود تقدر تخلي اللعبة واقعية أكثر. إيه وتخليها أحسن يعني. إيه الله، شنو هذا يسمونه أنت؟ هذا شو تسمي أنت؟ أصبر أصبر أصبر. هذا هذا. عبصت كمان شباب شوي وأرجع لكم. أوكي شباب رجعنا لكم. هاي ما نشأت اللي ما يعرفها شكلها. هي تصير هي سكك ما أخطأ. عبصت عجم على السكك. في دنة تسوي بهن لعبة. ايرون 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 هواي ترى اعرف همهم شباب، مو يعني اذا حصلت دايمود بعد يقولوا ما اريد اعرف. ايه يفيد كلش. لا انا اكسر الشمعة واني ما يا اخي. راح احط له شمعة هنا. حط حط تبي تبغى حالي اجيب لك اعمل سكاي الماي. جيب لي هاي. ايوه يلا تونا نجمع فلان. يلا حلو تعال هذا الجول ذهب ترجم يعني. يلا ما عندي ما عندي بلوك بس احط طين ستون. اسف والله ما عندي ستون بس طين. تعال عندي خير والله. وهذا كيف بصفك كلش. اوكي 19 19 19. خذي بس هدي عبر وراك. يلا انا بحشات. ايه انا بدي اخذك. انا لا اخذ انا شوي اسف. ايه رضا هاي بلوكات اللي احكي لك عنها حلوات. رضا هاي بلوكات اللي احكي لك عنها حلوات. مو من الستون ترى. ايه لا انا اقدر اسوي لك تطلع حلوه. اي ندمج نسوي تشكيل. تعال الله بس نسيته. اسف ليش ما قدامه اكتبي. شنو هاي كما اتوقع انه ولا صندوق هنا. فاخذ شموعك واطلع. اوكي جيب الشموع. ماشي اي لقى الصندوق لقى الصندوق لقى الصندوق والله. اوه انت بس اصبر اصبر كاك وين ها رضا انت تعال باع لها باع لها باع لها باع لها. نعم تعال حلو انا اخذ شموع. نجيب هذا خبز وفحم فحم مفيد. خذ السكك. احنا كل شيء ناخذ هنا. كل شيء. البذور ناخذين. لا هذا البذور شباب ما يفيدن. البذور يفيدن بس خلقنا البذور. شنو هنا سيد بوكين يعني بوكين. ياب اوكي شباب رجعنا لكم. طبعا صار شيء فسويناه ورجعنا لكم. بس على وين رحت؟ انا كسر. يا بوضي ليش ما تكسر سكك يفيدن؟ يا بي يا سكك يا شنو يا شي بقى الكبش كبراتي. يقدر يقدر بي والله. اح تحت لي جوا والله هنا لازم اصعد. يا بحط الشمع ما قاعد ضوي مش كبرى. هذا المطلوب كبيرته. اي أيوة والله هذا. وقفوا شباب خلي عند الاحداثيات رضا واجي ونرجع لكم. الاحداثيات هسه اطلعهم من الجسم. ها ها اي اوكي شباب رجعنا لكم. جيب عباس راح لي. اوكي شباب رجعنا لكم. اعتذر تاقط عن الفيديو كش ما انا ما نحكم. لا 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 تش طيحك بعد المكان. انا الدفر يا بعد الحمد لله. شنو ليش وين تطيح؟ بابا صار يطيح. جبت هذا شنو بيقول لكم اختو الحذا؟ باا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 ا
دير بالكم. اوكي شباب ندور بعد. لا 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 ديموند. وين وين ديموند؟ ديموند اصبر لعبات، اصبر لي اصبر لي اصبر لي. وين ديموند؟ يا اختي راح فكرة انه احنا نختل انه احنا نحفر. انت ديموند كثير شباب التطيح والله. يا اختي راح فكرة انه احنا نحفر. انت صرت عيب علي قول خطا. بس حصلت اني شباب شبيك شبيك سأنا حصلت 4 دايموندات حاليا. اي بشيل هاي بلوك والله. لا ليش ما خليتهم باعلين وياك؟ بقى تعال تعال وقف. مشتيت باعلين؟ اي والله مشتيت باعلين؟ حطهم قدام حطهم بس انا كسلهم الكارت. بس باع تعال باع حط حط هنا شو حط؟ حطيت ايوه ايه حلو متري شوفين ايه راح اضيف لك وحده تحط عليها واو تحط عليها ايوه شو حط ببالك ايه تعال باع بس وحده اوكي شباب واو اول دايموند شباب اول دايموند حطيني اخاف واحد يموت منه بيب نضي علينا بس قل لي ياهو اقترح فكرة انه احنا نحفر. انت ذليتك زين ها؟ اي والله ذليتني. يا اقترح نحفر ويا اقترح نحفر. كافي انت كافي بس نحفر هنا والله مزين. هذا ما دام اصلا ثابت راح نطلع من الكهف يا شباب يعني يلا خلاص نطلع من الكهف. شو نسوي بعدها؟ اكيد الشباب نجا سوينا هدف سوينا هدفني بس تعال تعال خلنا نحفر بعد شوي خاف جد قدامي اي مصفها لا بس ما نحفر اثنين على نفس المكان بس انا شلون ما متيت لا تسالني من لافا اي والله حرفيا ما دام دائما شغلت التعريق التام شباب زين بالكوت يفيدنا نقدر نسوي به نقشات زين بين البيوت ايش اسمه تحصل انه هو مو بالكوت حاوية جسمه تدمجن وبيصير اي بالكوت حلو بس زين بالكوت انا عندي ثلاثة منهم بالغ خرافيات شباب استاذاني بلكات عاوية بس من ندمج هنا طلع شغلين حلو جمعهم جمعهم مو بس لانك بلكات ثانية اي هواي هواي اكو على فنانة جمع حاسة على نصهم بلكات اسرع وكيهم بطلع هذا يصير من نسوي شي منه اي شفتم شباب شنو سوينا منهن شوف اصلا نحط هذا النيو وهذا النيو شوف شباب هاي بلكة هاي صارت هيجي جاد من دمجناها واكو بلكة هناك ما ادري شلون شكلها ايه صارت تشوفون اشكال حلوة اطلع تنمى العمارة بس انا وين احفر اي رضا شيك حتى البلكات اقصد لك باع تعال باع عليهم باع عليهم باع عليهم انت بس باع عليهم عن جد بك باع ذي البلكات اي حلو 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 يفيدنا اي زين بهم بيت شي اي اوكي شباب خلنا نحفر هنا أنا. بس خلنا ناخذ وضعية الحذر حفر هيك انه بحفر هيك لا شباب هيك وضعية الحفر حفر ما دام اكو لافا جوا القاع معناته شنو اكو؟ دائما دائما بالضبط بس نكسرها انا لقيت الدستون او ماي جاد اكو شباب هاي وضعية الحفر حذر حفر حذر اي وضعية شنو شيء تحفظ؟ هاي والله شلونك؟ مزين سديتها وينك وينك؟ ما اشوفه جيتك الصراحة بس لما يطلع لي من الصفحة الثانية شباب راح اجهز البناء السريع طبعا لا شنو جاهز طبعا عندك واحد يبني سريع ليش شباب الحمد لله لا تشوفون ذيك الحلقة شلون بنيت ايه شباب عباس شفت مين هذيك الحلقه مال الكهف هو نفس هذا الكهف ليش انا بس حشنا على اللافات واخذه حطلع ها تعباك بس انت والله حتى انا بس طلعت اللافا شباب بيكاكس راح انكسر هذا انكسر سد 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 وايد ما عيد والله ما عيد واخذه سديناه حلو بسبح 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 قدك بس تباح
بس بقى ها حلو شباب، ممكن اسوي بيكا عباس بصف يا شباب، شوفوا نسمع صف كلش، خلي ابني لفوق، ابني 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 ما عندنا بوكيت يعني ها بوكيت ماي بوكيت، ما عندنا بوكيت بوكيت بس بوكيت، هو شو اسمه بالعراقي عندنا سطل سطل وبالانجليزي بوكيت. ايه بس طبعا الثقافة الزايدة، ايه الثقافة شباب تونك، بس انا انزل لك، ايه انزل لك اشوف دامج شي ايرون، اوه راح اجمع وياك من زين بلكات شباب يفيدنا، حلوات ما بين اختلاف هواي من زين بلكات العاديات من الستون، هو الستون حجر يعني بس ثقافة همينة نسمي ستون. ايه الثقافة الزائدة عباس هاي البلكات البيضة هم جمعها، إيه انت شو معك جمعهم كلهم، انا اختصاصي ذن شو اسمه وتخصصي ذن البيض البيض ماكو من البيض شباب، اكس بكيكس راح انكسر وانا كرافتنج تيبل خلاص عندي بكيكس جديد ارضى، انا قلت لك سويت ثاني سويت اثنين بكيكس ستون للتكسير وبكيكس واحد ايرون للموارد، اي حلو بس حرفيا عندي ستاف من ذي البكيكس الحلوة. إيه؟ اوكي شباب اخلي واحد نروح من اثنياتنا البيت ونرجع لكم بعد هذا، خلصنا حاجتنا لو بعد شيء اكو دو بعد شيء لو لا لا هذا مو هاي شيء عن بعد يلا كم كم دايما دا حصلت انت؟ اربعة اربعة حلو نسوي بهم بكاكس وشباب تطول فيا عن ما نرجع للبيت ونقطع تصوير ونرجع لكم. اوكي شباب رجعنا لكم البيت بعد عناء طويل، بعد عناء طويل شباب احنا لقينا طلعنا من الكهف لقينا الجبل مالتنا بس ما لقينا بيتنا، ففضل علامتي لقينا عندي شو العلامة تذكرونها ما ديرت رضا خلي خلي اشياء القيمة خلاص، وين صندوق الاشياء القيمة؟ هنا جوا جوا، بس افتح صندوق الاشياء القيمة. الله الله بعد دايما اقول لك اي اصنع بيبي كاكس وخلي دايما ده هنا بعرضه. ايش سوى ثاني؟ شنو؟ خلي دايما ده وحده هنا واذا بيت له دايما ده تصنع بيهم بيكاكس. اي اي اصنع بيهم كاكس صح، خذني خذني يا هنا دايما دايما هذا لا مو هاي اذا بلقى هذا البيت هنا استنى ساعتين ما عندي انفنتوري لا تشياك خلي اشياك صفي اشياك زايده بالصندوق اللي مخصص له. يلا يلا اوكي صندوق البيبي كاكس هنا بس مثلا احنا شنو؟ نجيب حضين بصندوق البلوكات، صندوق البلوكات يعني أه. صندوق البلوكات بس لا تطول رضا ترى صندوق البلوكات بعد شنو بي؟ هاي وهاي اي هذا بي حلو يا شباب، بس راح اصنع بكاكس راح اعلمكم شلون تصنع بكاكس دائما يعني هو حال لحال بكاكس العادي شباب والله ما يختلف اي شيء، شوفون شباب تصنعون تحطون كذا دائما دات فوق دائما دين جوا والله شعور حلو ما تلزمه بيدك شباب صدقوني صدق رضا يراد خلينا نصل لكل شيء. بعد ثلاث حلقات من تجميع والتدوير لقينا دايموند مع عباس، حط هذا البيت يحصل لكل شيء الزايد ما المهم نحطه اكو صندوق مال موارد عدنا صدق اي هاي هنا صندوق مال موارد هنا الاكل هنا هذا صندوق موارد هذا صندوق موارد لا مو صندوق الموارد هذا صندوق الموارد هذا حلو حطيها بس خلنا ناخذ شوية من ها ورا ورا حدا ايروني هذا ايروني ايش بيك جيب جيب اقول لك سويت انت حطيت الجول الجول انت مو حطيت قبل خزماتي صار بنفس الوقت فحط نحط الايرون حط الايرون ايرون سوي بيبي كاكس بيكتي سوي بي دروعه جديد اصنع لي بيبي كاكس دروعه مين خذ هذا لا اصنع بس بكاكس مو بكاكس لا والله لا بس اي بس بكاكس احتاج الستاك كله على بعض هذا اسوي دروعه جديده اسوي له همين خوش سوي لك اي سوي يلا اوكي تستاهل انت لقيت لنا دايموند ها يلا اشو هاي ما لا راح ابني لنا غرفه فوق السطح عباس نسينا الفرن الاسطوري لا والله شلون يصنع شلون يصنع هو؟ هو ايوه ايوه نحتاج نعتقد حط هذين الفرن شباب يشوفون هذين الفرن هذين الفرن مع الطبخ نطبخ بيهم يعني سريعة بالطبخ بس ما يحمل موارد يحمل
أكيد حطيناها نتعلم شلون نصنع هذا الفرن الحديدي. والله يعرفون والله. مو علمهم، أنا أتعلم إيش بيك. ما هو ناخذ نكتب فرنس. لا. فور. إيه هذا شباب. هذا. بحشاد ل. نعم مشكلة. هوميت ستون. شنو هذا؟ سموت. سموت ستون. منين نجيب سموت ستون؟ ستون احنا حتى اسمه صعب. ونادلنا ايرون ونادلنا فرن عادي. اوكي بس اصبر خلنا اعرف منين نجيب هاي. ارضى عندك ساند؟ بليز قلي عندك ساند. اصبر ما عندك. سم شباب اوكي سمس ستون بس انا عارف شو اسمها. سمو اثنين واثنين سمو ايه هذا سمو سلاب ما عاد سلاب هذا سمو ستون ستون سمو ستون تقفل الزقت بسمو ستون اي والله ستون حتى حبطتني انا شو علي ثاني اسد انا حرفيا يا راجل يعطوني نوبل الغباء اريد اسوي مكان مال باب ها نبقيت هذا المكان ليش فارغ نوبت راستي نبقيت تذكرت هذا المكان مال باب والله نايس عباس ما اعرف شلون اصنع هذاك الفون مو ما اعرف بس في بلكات ما اعرف شلون اصنعها صبرت شوي في الماء احنا نغلس عادي نقدر نصنع نقدر نصنع اشياء هواي ايه اوكي اصلا نصنع الدروع نصنع اول شيء لحظة خلنا خلنا بعد نحتاج انه شباب على ما يطلع خلنا اعلمكم على هاي البلكة شوفوا الجو شلون حلو فضل هذا التعديل خلي ماينكرافت احسن اجمل شباب هنا راح نخليه ها خوش مكان بالضبط سويت مطبخ فوق مطبخ في خوش تسوي مطبخ وين اه والله كفو شباب تشوفون عباس جاي اسوي مطبخ شنو فرن اوكي شباب ضبطت باللعبة شوية انا كنت اسويها بس نقصني خشب فراح اجيب خشب اوكي نكسرنا هاي الخشبة بعد شو عندنا ها لا والله عندنا راح يجي الليل ها عباس لا نص اللعبة كلش لا خلنا نرجع سوي البيت شباب ايش بيصير الدنيا هيك كان وحش راح يجي بس لا هو غروب خاصه طبعا شو حاطين المزيشات انا اكو اختلافات شباب شوف الكذب شوف الكذب من نانا ها كان من نانا الشمس من نانا الشمس ومن نانا هاي شوف شباب صعدين لي ما في كذب ما دوروني كذب اوكي سنان نحل الخشب هذا كله اين كله ونسوي كله اعتقد ما حد فهمها بس سامجي شباب يعني كل هذه تشرب الطوبة شباب لا تدخلوا اشتراك ولا تدوسوا ايه شباب لا تطلعوا من الفيديو كنا نصنع لنا سدرج اوكي صنعنا لنا درج اوكي شباب بس تقولون شنو هاي اللعبة البايخة لحظة بس هنحط شموع هنا ما عندنا شموع خلص نطلع ايه اليوم شنو هاللعبة البايخة بس هاي حاطة هاي ما ادري شو تسوي ها هاي بالكسا عينكم شو تسوي وهاي انا حاطة ارتفع يعني صاعد بالبلكة بس لعبكم شباب بس انا بني لفوق شبيه على بيتها اوكي ابني انا بس شوية طحت شوية صعبة انا عليها تركيز احط هنا حطه هنا اوكي يلا اصبر يا سويتها ها وقف بس
بس هلا كمل المطبخ انه تعرف اي حلو حلو بس عبق شو بقى هسه اللعبة اصلا انا استعدت وحاطة لي شبكة جوا شو راح اسوي راح انتحر شوفوا شفتي هاي الفكرة شو تسوي تخلي نقمز لي فوق شلون ترامبولين سلايم سلايم اي سلايم هو شلون طين اصطناعي بس يعني لزج خليك تقمز لي فوق تصير زومبي يا شباب بس نشوف مطبخ عباس لا وقف وقف بس خليك كمل الشغل ما نخليك ما تجي متابعين يشوفون فينا لا ريت واضح منا من الخارج واضح حلو حلو شباب وقف ارضى بس خلص معي كرافتنج اي والله ما رايح والله ما رايح لا رضا تقدر تصنع لي باب وتجي تعال انت شوف اشوف اصنع لي باب وتعالي يلا اوكي ما عندي خشب ضيعته كله حاطه بصندوق حاطه بصندوق ما خشب حلو ليش صندوق الخشب صندوق البلوكات عفوا صندوق البلوكات خشب يا خشب ثلاثة وثلاثين بلوكات خشب بس شباب خلنا ناخذ نصه ما نريد نبرده نريد نحط النكافة تيبل بالمخزن ها انا تسلع مو هناك الساعة بالممر هذا الشطولة ليه والله هذي خوش باب والله حلو يلا انت بس باوعد من بعيد اعطيهم نظرة من بعيد او ماي جاد شباب نظرة من بعيد لا اروح لمن بعيد شوف هسه اروح من بعيد او ماي جاد شباب والله حلو بس خلنا ننزل شوف احسن او ماي جاد لا صدق حلو صدق اي والله حلو حلو شباب عباس ابدع هسه من هاي البيكات جبناها الجديدة من البيكات الجديدة هسه نروح نصعد رضا مشتي اللهم صل على محمد الو اسد خلاص نقش اسد رضا شو اسمه ذاك اللي شو اسمه اللي صار طويل عوده بس طويله مستك مستك عوده بس طويله هذيك مو عندي سلسله لا ولا سلسله ذاك اللي صنع من خشب من خشب يسوون بيه سياج نسيت شو اسمه يسوون بيه سياج هذا لا لا ها ما عرفت اسم دولة العباس شباب وانا غبي كلش ما نسيت اسمي واسمي اسهل من السهولة اي هات هات اي وين هات لا فوقه هات اي فينس اي فينس فينس سهل كلش ايه ايش اسمي اصنع اللي مني وحدة وحدة اصنع وحدة بس وطيني خشبة راح اخذ منه والله خطأت خطأ كبيرة انو سويت تصميم البيت انا كلش كبير والله واحدة بس والله حتى رجلي تعبان وانا ما علي ايش لان تعبان ما ادري هو قاعد شباب يمي جالس وين حطونا لك لا تعال تعال بس طيني حطيني ايه بالضبط بالضبط حط بس وحده بس وحده شباب انا ما حطيت بس وحده هسه عندك فانوس نحطه فانوس لا ما في فانوس شو تحط هاي فكره يا فكره يعني اوكي خرافيه شباب خرافيه معناته يخبل حلوه خاش بكرة مسويها عباس طبعا خاش بكرة طبعا اليوم شفت فكرة عباس خاشي نعم شباب حتى هو عباس سوي المونتاج مو يسوي المونتاج يعني هو يعطيني الافكار مال المونتاج وانا اسوي اي هو يسوي كشفنا سر اليوتيوب اوكي هناك يكو زومبي لا يا اخي خلب مزرعتنا هو طقه 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 بده شفل شباب طالنا شفل مطور والله شباب السلام عليكم شنو التطوير التطوير شوفون شباب عدها هنا شوية كتابة جوا ضمه ضمه اي والله ضمه نادر شباب يفيد بس انا هذا تصليح يلا رضا باع تعال هسه غنودي شو نبغي تعال باع فكرتي شباب انا سويت دروعة جديدة اللي مو ما سويت دروعة شباب نسيت هذا هذا اريدك بس تشوف الابداع الفن شباب هذا الشفل ايرون همين شباب هذا الشفل كسر بسرعة وفايت رضا تعرف شو نسوي نصنع الانتاج لا شو نصنع الانتاج نصنع ليشيت ليشيت بالايرون مو بس بالايرون عارف بس ما اعرف مو الانتاج هذيك شباب بس نسوي نسوي الانتاج بس بعد فكرة بس بعد فكرة ايوه والله تشبه من هاي تشبه من ها عشان لي فوق خو تشبه من بس قلت تشبه من ها تشبه من جلوبات بانكا بانكا يي والله شباب صدق تشبه البانكا بس ما تفتح والله كنت جبنا خبير برد استاذ خليها تفتح ترى والله تقدر تفتح عادي
يلا بس ايش نسوي؟ نجيب الغراض ونقلهم فوق. ايه نجيب الغراض ونقلهم فوق. نجيب الفرونة. ايه فرونة. فرونة شنو؟ ها شنو ينكسر بوكس؟ ايه بس بيكاس. ايه جا شنو هو؟ بابا انا مو شفت لي شوي خشب عم بالي من خشب. شباب انا ما عندي بيكاكس، بس بروح ناخذ بيكاكس. شو ناخذ بيكاكس؟ صناعي بيكاكس. شباب اليوم جعل مأساة البقرة. ده شو مأساة البقرة؟ شو بيك انت؟ اليوم مدرسة سبية. ناسين كلنا سامحنا يا بي. اي والله ناسين كلنا سامحنا. هذا ما يطلع لنا الفحم. ها بس تدري شو سويناها؟ جا سحبنا. يدوس. بس شنو تسوي انا؟ والله ما ادري. ما نعرف. ما ادري والله. بس صحيح ننام، احنا نسينا النوم. يجينا كريبر يصعد لنا يفجرنا في سادة الحلقة. اي والله صدق. طبعا اكو واحد ذكي يفجر البيت في سادة الحلقة. تذكرونا يا شباب. كلش تذكرونا. لا ما ينسوني. اي ما ينسوني. شباب شباب حطوا كرافتين تيبل بالمخزن. يا ابو والله صار بيتنا خرافي. ولا كرافتين تيبل والله شتب. شباب حرصوا دوم تخلون عندكم كرافتك تيبل زايدة. لحظة حطها فوق عشان ينفتح. ارضا حط لنا واحد منهم. ارضا حط لنا واحد منهم. ارضا ما يهمني ما يحتاج. بس بالي فكرة. حلو يلا. لا عندك خشب؟ تكفى عندي. بليز قل لي عندك. ما موجود هناك. اطيه طين طين طين. شنو شنو؟ والله ما اقصر بس خشبتي. طين طين طين. ما عدنا. ما عدنا. طيب شباب شباب والله انجزينا حلوة هاي تفيد شباب. بس لا روح اكسر خشب. ها؟ ما عدنا شبيك انت؟ خش كسر. بريبار بريباري. او اي جي. اي زمان. اوكي اوكي شباب رجعنا لكم. شباب حسوي لعبة اسطورية هسه. انا ليش غبي؟ ماكو درج انت مسوي. انا اجيت قمص طحت على البلكة. شباب بس شباب راح اسوي. شباب والله روحوا في المكان. شباب شباب يا اخي شباب. موت 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 وصل وصل. شباب جابك نانا. انت مو مطر مدينة صبح. شو مطر تبقى ما يحترق السبايدر بالصبح. اه؟ ما له شغل بيك الا اذا طقه. بس بالليل يهجم عليك ما ادري ليش. اي اي من بحده يهجم عليك. بعد هو سبايدر عدواني. سبايدر يعني والله السبايدر هنا حتى لو صار طقه بنعالي يموت. اي والله. انا طقه بسيف الدتشه ما يموت. اي والله شباب يحكي صح. بس كانوا يطلعون مقارنه ماين كرافت في الواقع على اشوف السبايدر شلون ما يموت. اي والله شباب هاي اللعبة يعني عبارة عن نفتر على ربيتنا. شنو قلتنا؟ نفتر على حديقة مالتنا. عدنا نلعب كل شيء عدنا. ايه الرب بعرف فكرة. بس بعرف فكرة. واو. ايه وهنا تنتهي اللعبة. حطونا واحدة نانا وواحدة نانا. السلام عليكم شباب عشان تستوى. السلام عليكم. لحظة عندي شوية اشياء يعني سريعة تسرع. شباب بنادينا اشياء تسلع. بس هسه بعدين بعدين نسوي. شوف شباب صعدنا بيها بس يلا مشينا. شباب شوفون قاعد يمشي باللعبة. سكه ما لا اعرف ليش. شنو مودد اني تشي السكك السريعة. اي اي انا ستحط انت عندك ياهم اعتقد. عندك عندي يعني. شباب تشوفون شلون اللعبة حلوة. بس لا نحط سكك مال التسريع صراحة. وش قاعد يصير؟ اوكي امشي 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 نوف امشي. ايه الرا بعرف فكرة. لا لا روح منك روح منك لا تمشي. ايه شنو يلا اوكي شنو وينك انت؟ واو شنو صدام بعدي وينك سويتي شنو هي؟ من الدرج. من الدرج؟ ايه صعد سبي الدرج. شنو هسه؟ طبق يعني نسده. وين القبق؟ والله ولا يبين وين الخشب. شباب تشوفون هذا قبق فتحه ونسده ما يبين. شباب ليش ما نقدر ننزل؟ نقدر شو السالفه؟ بس عرفني
طلعتني انا مشفت اقول مش هنقدر ننزل شباب. هذا المخبي ماينكرافت، بس عباس خبي ماينكرافت بس ليس ساعات ساعات. شباب شوف تركيب عباس شنو حلو، تحس هاي مضايقة للمكان يعني. شباب انا والله عندي فكرة، ها تخبل قول جهنمية قول اسال اسال. خلنا نكسر لنا سكة، شنو سكة نخرب شباب، راح نخرب هاي السكة. ريت ساند عندك ساند؟ بليز قل عندك ساند. عندي ساند هاي وحدة، ساند هاي وحدة؟ لا ما تفيد، قلت اصنع قزاز. شنو اصنع قزاز هاي وحدة؟ ثلاث ساندات تشاقة. جيبهن جيبهن رضا، بليز بليز جيبهن. ها اجيبهن غوش يعني شرفك حاط هاي هنا عمود الوف. اوكي شباب عباس ذبحتني وبابا في المخزن فيت، مو امه فيت يعني فيت يعني تشبع وين ذابحين. شباب عباس وين ذي البلكات الحلوة؟ البلكات الحلوة عندي، انطيني شوية ما بقى بس شوية عندي قليل. الطين اي نوعية؟ اي نوعية؟ الطين اي نوعية اي نوعية ايه هذا ايش هاي البيضة؟ الطين السوداء شي يا ابو والله خاصة برتقالية خاصة. لا كذا بالصندوق، صندوق يا طبعا بالصندوق يا اوكي اصبر. اوكي شباب شوفون حطت بلك هنا وبلك هنا. عباس تقول لي ايش قاعد تسوي رضا؟ ها ايه لا ما تقول لي اقول لك ايه قل لي ايش قاعد تسوي رضا؟ ها هسه تشوف حطينا هاي من هنا نجيب السكه. لا يا اخي هاي ها لحظه شباب نسيت خلنا نحفل هاي. اوه بيت شعلي. شباب شباب نسينا نسينا يحط بلك هنا عادي. خلي 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 عادي يصير السطح شوي ما تقول. ها لا 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 ما نحتاج ما نحتاج، انا بس اتعلم لي شغله واحده. شباب والله طولنا الحلقه عليكم، ها ليش خليناها طويله؟ كم 32 دقيقه شباب احنا هنا هنا شباب 32 دقيقه كل شباب. اي شباب شباب ترى والله احنا نطول ونعاني. اي وما نحس احنا ترى يعني نصور وما نحس، ما ادري براحتنا ليش قد طولنا. هي اوكي اوكي شباب احنا وصلنا لنهاية الحلقة، اتمنى عجبكم الفيديو، اذا عجبكم دوسوا لايك واشتركوا بالقناة اذا ما شفتوا مشتركين وبس. وقف 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 شنو شنو دور الكلام دور الكلام. لا لا تكمل هسه كمل نهايتك كمل نهايتك. اوكي شباب هنا وصلنا لنهاية الحلقة، اتمنى عجبكم الفيديو، اذا عجبكم دوسوا لايك واشتركوا بالقناة اذا ما شفتوا مشتركين وبس مع السلامة. شباب بس هذا الفيديو 50 50 ثانية.